لو عايز كبده وتاكل وتدوس روح عند الصاوي في شارع الملوك في كرموز، يعني السندوتش الجامد جدا والبهارات الخفيفه والكبده الاسكندراني الجامده، الرغيف ب 3 جنيه، ايوه ب 3 جنيه، شوفوا بقى مليان ازاي ومقلبز، وحط لي عليه كمان الليمون يا باشا، خد ده كمان ب 5 جنيه تبرمه برم وتحطه في بقك، وكمان حتتين طماطم عليه، الصاوي اسطوره وكل الناس بتحبه، يا جماله. بص يا عبد الرئيس، المكان عندنا هنا يعتبر مكان تاريخي. ايوه. من ايام والدي، مستلمه من والدي انا واخواتي الاثنين. اللي عايز ياكل كبده طعمها في البق يدوب يجي عند الصاوي في شارع الملوك في كرموز، هياكل من عنده احلى شويه كبده من ايام والده، 40 سنه في المجال، وهم دلوقتي كلهم اخوات واقفين بعد ابوهم ربنا يرحمه ويسامحه، زي ما حضراتكم شايفين كده يعتبر الباترينه هو واقف عليها وبيعمل الكبده عنده، السندوتشات موجود منها فينو وموجود منها بلدي، بس في حاجتين، ان الطماطم دي هو جايبها لنا والتورشي هو جايبها لنا، اسكندريه كل الشغل اللي فيها شويه كده السندوتش واديني الليمون عليه اهو 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 اهو. انا بصراحه يعني مش عارف اقول ايه، بس شويه اكل في منتهى الجمال. ونسمي بسم الله. تقول لك طب ما اهو تعالى اهو احنا ده جربنا ده اهو نجرب بقى ابو عيش اهو. افتح يا باشا، اللهم صل على النبي، ينزل بقى بالليمونه كده عليه ها، وبعد كده نيجي ايه نبرم البرمه اللي احنا كلنا عارفينها اهو اهو دي البرمه، كله بيجي يبرم هنا، ونقول اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي يا حاج، وانت مشرفنا والله، ربنا يخليك. لو بتاكل كبده بالفينو وضع، ولما تاكلها هنا وضع تاني، يعني ده حماده وده حماده تاني خالص. عايزكم تيجوا عند الصاوي تاخدوا من عنده احلى سندوتشات كبده. احنا بقى عايزين نتكلم، اشمعنى انت هنا شغال بلدي وشغال فينو، ولا انت شغال حاجات تانيه؟ شغال بلدي وشغال فينو وشغال العيش اللي هو الشام الكبير ده كده اهوت. باقل اسعار ممكن حضرتك تشوفها في تاريخ بتوع صناعيه الكبده كلهم كلهم. يعني انت بتباع مثلا كام سندوتش مثلا؟ يعني انا السندوتش البلدي عندي بيبدا من 5 جنيه حسب طلب حضرتك، لو عايزه ب6 ب7. عندي الفينو بيبدا من 3 جنيه. 3 جنيه؟ ايوه يا فندم، ده بعد الغلا كمان، انا كنت ببيع اقل من كده. يعني معلش انا عايز أبدأ. طب وروني كده بس يا ابو 3 جنيه ده بعد اذنك. انا بدات ابيع السندوتش الفينو دوت كده بالظبط بربع جنيه. ده ب 3 جنيه؟ الرغيف ده كده ب 3 جنيه. انت عارف حضرتك يعني ايه ده وده كده؟ امال هو لو فاضي بكام؟ هو كده يا فندم اصوله ب 3 جنيه معانا. اللهم صل على النبي، ربنا يبارك لك. ممكن تعبي لي ابو 5 جنيه؟ عينيا حاضر. عشان بس ايه، انت عارف الناس تقول طب وريني ها، يعني كده الكبده اهي ادي اتحط اهي يعتبر. يعني ده كده متوسط ابو 5 جنيه يا ريس. ده ب 5 جنيه. تمام. بيطلع بقى معاه ايه غير كده؟ بيطلع معاه ليمون، فلفل اخضر. انت بتهتم بكل حاجه؟ ايوه يا فندم، بهتم بالاول بنوع الكبدايه وبعدين بتاريخ صلاحيتها. فكل نوع كبده بينزل بيبقى مثلا ليه صلاحيات، نازل على شهور مختلفه، فبحاول ان انا اجيب اقرب تاريخ نزل عندنا هنا كده عشان تبقى الكبده زي ما انت شايفها كده. هل الكبده اللي عندك دي انت بتشتريها جاهزه بتقطعها ولا ايه اللي بيحصل؟ لا، بشتريها كرتونه وبقطعها عندي، عندي مكنه تقطيع وعندي التخزين مخزن بخزن فيه كبدتي. كبده بيتكشف عليها وعليها السكوتر بتاعها وكده. انا والله اتشرفت بحضرتك. ده احنا اللي اتشرفنا. ربنا يكرمك. هو ده بقى اللي انت هتلاقيه في الاماكن الشعبيه، الناس بتحب الناس وبيتكلموا بحب. احلى سندوتش كبده عند اخويا الصاوي في كرموز شارع باب الملوك. عيش بلدي ولا عيش فينو ولا ايه بالظبط؟ احلى كبده في كرموز في دايره كرموز الصاوي. حبيبي والله العظيم انت العسل. شعرنا من ضعفي قدامك، انا قلبي خدامك. حبيبي قلبي، حبيب قلبي عم الحاج، وربنا المعبود زي الفول. والضحكه الجميله، اخبار الكبده يا حاج؟ ده هنا 100 فول زي الفول. والله اخر مره اخر وجبه امتى؟ واكل امتى؟ انا خدت سندوتشين كلتهم، بس هجيب لي لوليه زي ما انا جبت. الله اكبر، عشان طبعا انت هتروح البيت سليم يا حاج فلازم تدلعها. الله اكبر. هل الكبده اللي احنا بناكلها دي حلال ولا لا؟ حلال شرع شرع، حلال وذبح حلال شرع. اتفضل. يعني عند حضرتك هنا مثلا؟ عندي الحمد لله رب العالمين. اول حاجه ببدا بيها تاريخ صلاحيتي، امريكاني نمره 1، نمره 2 نظافه عندي العرق بالتقطيع بنظافة مكاني. انا شايف هنا بسم الله ما شاء الله المكنه، اللهم لك الحمد. هنا اللهم لك الحمد.
بص حضرتك استاذ عدنان، نعم، كبده امريكاني. ايوه الحمد لله اغلى كبده في السوق. نعم. أيوة. في كبده ارخص من ديت كده مره واثنين وثلاثه بمراحل. نعم. وفي توريق منتهيه مره واثنين وثلاثه ومراحل. الحمد لله رب العالمين، استكر بتاعي يشهد عليا سليم، نظافه كبدتي بره وهنا وتقطيعي يشهد عليا. طيب انا عايز اعرف حاجه، هو مكتوب عليها حلال؟ حلال مكتوب. فين بقى؟ وريني كده سيادتك. مكتوب الحمد لله. أيوة. رب العالمين. اصل في ناس تيجي تقول لك ايه ده مش حلال. لا لكن هي الذبح حلال. تمام. ذبح حلال. تاريخ. ايوه المصريه الاسلاميه. ايوه تمام. التاريخ اهم حاجه. طبعا كله جديد، كله تاريخ الصلاحيه وكل حاجه جديده، كله جديد الحمد لله. ايوه الفصل ده بيطلع كده اهوت. نعم. بدخله على مكان تاني نوت كده اهوت بعد فصل ال نعم الكيس بتاعه وتنظيف عرقه سليم، وببدا اشغل مكانتي وبقطع نوت كده اهوت، باخده على المرحله الثانيه سليم اللي هو تقطيع الساندوتش بره. ايوه. كم نوع كبده موجود؟ في بتاع 3 4 5. بس انت شغال بني واحد. انا الحمد لله رب العالمين شغال من مابليكس نمبر 1 بريكس شفاف. مابليكس شفاف. مابليكس شفاف. في مابليكس عاده وفي مابليكس وفي اي بي بي وفي ستوري وفي مارين وفي كل حاجه. استاذ عدنان انا بقول لحضرتك انا بقالي 48 سنه في المنطقه نوت كده اهوت. نعم. اللهم لك الحمد، ده فضل وعدل من عند ربنا. المنطقه هنا مشهوره باسم الصاوي. ايوه فعلا. كيف السعر ازاي؟ انا بجيب انضف حاجه وبشتغل بارخص اسعار. فعلا. ان انا شغال على حاجه على كميه. ان حضرتك لما تيجي تاخد مني 10 وفي 5 في 10 في 5 هو ده اللي مشغلني انا. مكسب قليل في مجموع بيع كتير يكمل معايا انا يروحني مرتي. ترى انت رئيف بحال الناس. الحمد لله رب العالمين. وان انت تبيع يعني معلش 3 جنيه النهارده. انا عمال افكر ان ال3 جنيه رغيف بكام اللي هو البلدي اللي هو الفين ومرضيين الحمد لله والزيت وتحط مش عارف ايه وايه ومرضيين الحمد لله رب العالمين. يعني الله يبارك لك. ومرضيين الحمد لله رب العالمين. ربنا يخليك يا حاج صاوي. يعني سبحان الله الحمد لله مميز مميز في السعر ومميز في الجوده. وان انت تدخلني المكان بتاعك عشان اتفرج واشوف عشان الناس كلها تشوف مش انت لوحدك. نعم. احنا من اول السلم بتاعنا كنا بنبتدي بالرغيف المقبور ربع جنيه. ترى لما السوق بيعلى بنعلي سنه صغيره برضو مش زينا زي النطه اللي بتتنط دي. لا المنطقه بتحكمك. نعم. بس انا شايف ان هنا اكيله اسكندريه معروفه بالاكل مميزين. ومميزين بيميزوا. انت منورنا. انا مبسوط ان انا جيت لك. الله يبارك لكم. احنا اكتر والله ثلاثه اخوات يعني الحمد ربنا يبارك لكم. الحمد لله ربنا يرحم والدكم. انت ما بتقعدش بينك وبين نفسك كده ساعات تقول ايه ده سندوتش ابو 3 جنيه ده سندوتش مش عارف ايه. ناس كتير انا كنت بسمع لها. تمام. بس انا جيت النهارده هنا وشفت هم بصراحه هي الناس دي والله ربنا يكرمها لان فعلا زي ما بيقول الحاج احمد ان هو بيتعامل حسب المنطقه هنا وسعر بسيط وخدمه وجوده فوق الخيال بالامانه. يعني ده حقيقه ربنا يزيكم. عشان انت جبتني مكان التقطيع ده مكان ده يعني حاجه ومفتوح يعني مفتوح على البحر يعني اي حد معدي في الشارع هيتفرج اهو يقول لك على عينك يا تاجر. هو عيال الصاوي كده بقى نعمله ايه بقى. ربنا يديك الصحه دي. ابدع سلام لاهل الصاوي وعيله الصاوي وكل اهل الصاوي. حبيبي يا حاج حبيبي يا حاج حبيبي يا حاج. ابدع سلام لاهل اسكندريه الكرام. بحبكم بالله حبيبي يا حاج. انا عايز اقول لحضراتكم حاجه ان انتوا هنا المحل يعتبر هناك اهو انتوا شايفين تخشوا الحاره كده لو دخلت خطوتين اهو المحل مفتوح قدامكم يعني كل حاجه باينه على عينك يا تاجر زي ما بيقولوا كل الناس. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا حاج. كل سنه وانت طيب. هتيجي هنا بقى عند الصاوي المكان هنا تطلع كده اهو جامع هنا اهو الناحيه الثانيه اهو هناك اهو اللي هو جامع الميري. هتدف بقى هنا ده اسمه جامع الميري صح؟ ده جامع الميري. كده احنا في شارع باب الملوك. شارع باب الملوك. شارع باب الملوك. الباترينا بسم الله ما شاء الله كل اعوذ برب الفلق اهي موجوده اهي الصاوي. الله اللهم بارك. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يديك الصحه. هو ده الموضوع ان احنا بنلف وبنروح اي مكان عشان نجيب اللقمه الحلوه. والصاوي اسطوره الاكل واسطوره الكبده في اسكندريه في قرموز. ببعت لكم سلام. انا بقول لك